دير بالك عجلات وراك. بالبداية أقدم التهنئة إلى جميع منتسبي الجيش العراقي الباسل وكافة القطاعات الأمنية بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي الباسل. مع الأسف القنوات الإعلامية تداولت من الأحداث بالبصرة أحداث مؤسفة لا صحة لهذه الأحداث، والأخبار على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية. الوضع البصرة آمن جدا، ومثل ما تشاهدون الحركة طبيعية. حدث بسيط، مشاجرة بسيطة بين أفراد من الحشد الشعبي وأمن الحشد، اتخذوا الإجراءات القانونية المناسبة وتم إلقاء القبض على 2 من أفرادهم أثناء حفل تأبين القادة الشهداء مساء اليوم. أبدا الأمور طبيعية جدا، وأنتم قنوات إعلامية تستطيعون أن تتجولون في كافة أنحاء مركز المدينة وشمال البصرة وجنوب البصرة وكافة قاطعة البصرة، لا يوجد أي شيء.